ولتسليط الضوء على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان أو حركة طالبان تحديدا، معنا المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية من عمان السيد حسن أبو هنية. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. بعد أكثر من 18 عاما من الحرب يتم التوصل لاتفاق السلام، ما أبرز ملامح هذا الاتفاق باعتقادكم؟ أعتقد أن هذا الاتفاق أبرز الملامح كما جاء في تقريركم. كان هناك إعلان وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأمريكية، وضع جدول زمني للانسحاب ينتهي بعد 14 شهرا إذا ما وصلت بالتأكيد حركة طالبان بزماتها، وهذا بالتأكيد يسبق أيضا إطلاق الأسرى لدى الفريقين، ثم طبعا بالتأكيد هو يعني إزالة حركة طالبان عن اللوائح السوداء للإرهاب وبعض الأشخاص أيضا الموضوعين على برنامج المكافأة من أجل العدالة. هي أبرز العناوين الأساسية لهذا الاتفاق لخفض العنف بشكل أساسي، ولكنه لا يدخل في التفاصيل. نعلم بأن هناك الشروط الأساسية كانت أثناء الحوار هو أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل أن تعمل حركة طالبان على وقف العنف وعدم استخدام أفغانستان لاحقا كمنصة لعمليات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وفك الارتباط مع الحركات الراديكالية وفي مقدمة تنظيم القاعدة بشكل أساسي. هل يعني هذا الاتفاق أن هناك دور سيكون لحركة طالبان في المشهد السياسي الأفغاني؟ هذا للأسف ربما يكون أحد التفاصيل التي ليست مطروحة على جدول النقاش حتى الآن. يعني ينبغي لهذا الاتفاق أن يمهد لاتفاق مصالحة الحكومة الأفغانية، لكن هذا الاتفاق لا يمثل الوضع بعد هذا الانسحاب، لأن حركة طالبان تصر وأصرت خلال المفاوضات يعني لا تتفاوض مع الحكومة، ولم تكن بالتأكيد حكومة أشرف غني حاضرة أثناء كل هذا المسار التفاوضي الطويل، وهي حركة طالبان غير معنية حتى الآن باتفاق حكومة أشرف غني الحكومة الأفغانية، لأنها تعتبرها دائما بأنها دمية بيد الولايات المتحدة الأمريكية وأنها حكومة جاء بها الاحتلال وهي لا تتمتع بهذه الشرعية. وهذا ربما لاحقا ما سيخلق صعوبات ومشاكل حول مستقبل أفغانستان بشكل أو بآخر، لأن نعلم أن حركة طالبان هي ترفض العمل بالدستور الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك العمل مع الحكومة التي تعتبرها حكومة معينة من قبل الاحتلال، وتقول بأنها لا تلتزم بهذا الدستور وتريد العودة إلى تطبيق الشريعة، بمعنى هي تتحدث عن إمارة أفغانستان، وبالتالي هذا سيخلق مشاكل لاحقة. وبها بالتأكيد لن تضع السلاح، هناك وقت للعنف لكن ليس الشروط السابقة أن تضع السلاح وتندمج في الحكومة، وبالتالي هذا ربما خلال 14 شهر القادمة تبدأ الأمور بالظهور شيئا فشيئا حول طبيعة المسار الانتقالي والعلاقة بين طالبان وحكومة أشرف غني. شكرا جزيلا لك المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية السيد حسن أبو هنية من عمان.